الإهمال شكل من أشكال العنف، وللأسف بقى شائع جدا اليومين دول، على الأخص الأمهات في البيت اللي بتبقى ماسكة الموبايل طول الوقت، هي باصة في الموبايل، بتتشات مع حد، بتشوف حاجة على اليوتيوب، بتعمل حاجة، وبيكونوا الأطفال محتاجين إن هم يتكلموا معاها أو بيعملوا حاجة وهي مش موجودة خالص، وده شكل من أشكال العنف اللي هو الإهمال. برضو الأمهات اللي هم دلوقتي اللي بيشتغلوا على التسويق وهي طول الوقت بترد على التليفون وواخدة مكالمات علشان تسوق المنتج بتاعها، وقاعدة وسايبة برضو الأولاد، مش بتتكلم معاهم، مش بتهتم بيهم، مش بتشوفهم بيعملوا إيه. عارفين الإهمال ده حاجة صعبة جدا، بس ما تخيلناش أنه يندرج تحت بند العنف. يعني شكل من أشكال العنف هو الإهمال، دي حاجة ما كانتش على البال ولا على الخاطر دي. الحقيقة وكلنا الحقيقة في وقت من الأوقات بنبقى مقصرين بشكل أو بآخر. يعني بالظبط. لكن علشان كده برضو لما حضرتك بتقول ان احنا محتاجين نفكر اكتر ونشوف ايه الحاجات الغريبة اللي احنا ممكن نكون بنعملها، برضو في عنف ان احنا نكون بنصدر للاطفال صورة ذهنية مغلوطة عن نفسهم. ازاي بقى؟ لما حضرتك بتقولي دلوقتي انه ممكن نقول للبنت انت نحيفة، انت تخينة، انت مش عارف ايه، على حين ان احنا مفروض نكون بنصدر صورة أفضل للأطفال عن نفسهم، عن الصورة اللي احنا بنقولها. يعني المفروض ان انا دايما اكون بشجع وبسلط الضوء على الحاجات الإيجابية الحلوة في الأطفال، علشان حجم الحاجات التانية اللي المجتمع هيصدرها له تصغر في عينه. ما هو المشكلة ان الحاجات التانية لو بتخص الشكل هي المفروض انها مش حاجة سلبية، فانا حسسه ان انا بس بنور عندك الإيجابي. يعني اللي شعرها كيرلي هي كده اصلا دي مش حاجة سلبية، وانا بقول لها العكس، هي انا لازم اطلعها هي مقتنعة ان دي حقيقة، انت حلوة كده، انت جميلة كده. ده حقيقي. علشان كده بقول لحضرتك احنا دايما بنسلط الضوء على الحاجات الحلوة، وبالتالي هي اللي هيطلع منها الكلام ده بعد كده.